الفيلم 69 بيمثل ليك حالة خاصة جدا، شخصية مركبة، شخصية راجل كبير في السن مريض عايش حالة من الوحدة. مش فكرة انه كبير وكده، هو ده يعني كان هي فكرة الحالة الإنسانية ليه، طريقة فكرة انه كان عنده كده إقصاء للآخرين وبعدين في تحول مفاجئ ليه هو والآخرين، بيكتشف انه لما بيكون هو مفيد لحد بس حياته بيبقى ليها معنى. وده هو يمكن اللي اثر فيا لما قريت السيناريو جدا، وارجو انه يكون هو ده اللي اثر او وصل للناس لما شافوا الفيلم. ولذلك الفيلم ده على المستوى الشخصي اثر فيا جدا، وعلى المستوى الفني اكيد. شكرت كل كل الشباب اللي كانوا مشتركين معاك في الفيلم، قلت ان هم دول سبب نجاح الفيلم. كلمنا بقى عن كل دوت مع المخرجه الجميله ايتن امين، مخرجه الفيلم. زي ما قلت ان هم يعني لو في فعلا سبب او قلب كبير ورا نجاح الفيلم، هو مجموعه الشباب اللي عملوا الفيلم. ايتن امين، حسام شاهين اللي اخذ جايزه النهارده مدير تصوير، واول فيلم لي، اول فيلم طويل لي. هبه يسري في دور مساعد في الممرضه في فيلا ساوستين. كلهم، الموسيقى سمير نبيل، كلهم، كل مجموعه الشباب والممثلين اللي معانا، فنانه القدير اللبلبه في انها وقفت برضو معانا في الفيلم ده. انا عايز اقول انه في الوقت اللي كان واقف فيه الانتاج تقريبا للسينما التجاريه، كان في مجموعه بتنتج افلام زي محمد حفزي، زي وائل عمر، زي المجموعه من الناس ديت، وكذلك مخرجين شباب عظام انا شايفهم هم دول الامل الحقيقي للسينما بتجاربهم الجديده وشجاعتهم في انهم يغيروا في كل فيلم، يقدموا حاجه مختلفه، زي ايتن امين في ده في اول فيلم ليها، احمد عبد الله في فرش وغطا تجربه مختلفه تماما، وكذلك حد زي ماجي مرجان في اول فيلم ليها في عشم، فهرج ومرج في نادين خان. ففي جيل جديد بيؤكد جدا ان هو موجود وبيقدم سينما مختلفه، ويعني برفع لهم القبعه واقول لهم كملوا كده. الافلام المستقله بقى ليها اهميه كبيره عندنا، وبعد طبعا مشاركه 5 افلام في مهرجان الكاثوليكي في دوره 62، يعني المهرجان كله بيقيم على السينما المستقله. ده حقيقي، لما وقف الانتاج السنه اللي فاتت دي او الوقت دوت، كان هو يعني الافلام المستقله والشباب هم اللي قدموا افلامهم، فده بيقول انه مهما حصل الناس اللي بتحب السينما هتشتغل مهما كان، فده اللي حصل. خالد ابو نجم بيحضر ايه جديد؟ فيلم مع استاذ دولاب سيد اسمه قدرات غير عاديه، وتقريبا خلصنا فيلم استاذ احمد عبد الله الجديد برضه تجربه جديده خالص اسمه ديكور، وهو ابيض واسود وبس.